انا في واحده الصبح كده كنت كاتب للناس ايه اكتر خبر سمعته، مصر كلها اخبار وحشه وبتاع مش عارف. فانا لقيت واحده كاتبه لي بالنص كده بتقول اكتر اجمل خبر سمعته اعدام التسعه النهارده. انا طبعا مش من ما بحبش ان نقعد بقى نقعد نهري مع بعض، خلاص خدت البلوك وخلاص، يعني انا هضايق نفسي ليه؟ واحد برضو زيها كاتب لها مش عارف ايه، فهي ردت عليه يعني، فعملت لها بلوك وخلاص. لكن الحقيقه قعدت قلت لها يا اسال الله يا ساره لنفسي اسال الله انه ما يهدكيش، يا رب تقابلي ربنا باللي انت عليه ده، وان واياكم لعلى هدى او في ضلال مبين، صح كده؟ ورحت مكمل الدعوه بيني وبين نفسي بقى تشوف ايه حاجه في اولادها في اخوها في جوزها. بعض الناس قالت لي مالكش دعوه باخواتها وجوزها وابوها جايز كويسين او كده، وبعض الناس قالت لي لا يعني اسالها ان اسال ربنا انه يهديها. انا بقى الفتوى بقى انا اللي بسال الفتوى، هل انا قاسم مخطئ ومستعد اراجع نفسي على الهواء؟ بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه. ثم اما بعد، على كل هنضطر نبدا بالاجابه على السؤال لانه له علاقه بالحلقه يقينا بالظلم. يعني احنا خدنا في الحلقه قبل السابقه دعاء سيدنا موسى عليه السلام وهارون، ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينه واموالا في الحياه الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم، قال لقد اجيبت دعوتكم. حلو قوي، انا احب بقى ده يعني تمام. انا دي رقم واحد. رقم اثنين قال ربنا سبحانه، لا هو قال ايه معلش سيدنا موسى، ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم، يعني عادي وسجلها جدا. الله في القران وقال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. يطمس على اموالهم ويجد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. تمام جدا. والله قال في كتابه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. القول العلماء قالوا الجهر بالسوء الدعاء على الظالم، ظالم صغير ولا كبير، الدعاء عليه او ذكر مساوئ. لما واحد مثلا نقول فلان ظالم، الحاكم الفلاني عبد الناصر مش ظالم، يقول لك يا اخي راح انت عمال، لا ما راحش. الجهر بالسوء هنا اظهار هذا الظلم واظهار هذا الفجور واظهار وبيانه للناس. لا، الله تعالى لا يحب الجهر الا من ظلم، من ظلم عليه ان يقول ظلمنا في كذا حتى يعني نحصن الاجيال ونبين الحقائق للناس، وهذا مشروع في جنين الله سبحانه وتعالى. طب كويس، يعني دعوتي عليها لحد فين صح يا دكتور؟ لغايه سيدنا موسى هارون انت لن تصل اليهم اصلا، مهما دعيت اصلا لن تصل الى ما دعوا اليه. اطمس على قلوبه، اطمس على اموالهم، على اموالهم، اطمس على اموالهم واجد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى، يعني كساد اقتصادي والله يظلم عليهم فلا يؤمنوا، دي اكبر يعني مصيبه تحل حد ان يصاب في دينه. فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، وذلك العلماء قالوا حتى يروا العذاب الأليم في الدنيا والآخرة. لأن موسى فرعون لما رأى العذاب، لما رأى الموت، لما رأى الإغراق، قال آمنت بالذي آمن به بنو إسرائيل، قال الآن وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين، خلاص ما عادش ينفع هذا إيمان، فرأى العذاب وتحقق فيه وعد الله تعالى.